السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا مزيان وكل شيء يكون بخير. لقيتوني يلاه دابا جيت لوسط المدينه وقلت جيت لهنا ندير لكم واحد الفلوق خفيف ظريف. راني دابا في هذا البارك هذا اللي كتعتبر من اجمل لي باركس هنايا في مدينه نينكدا اللي كنسكن فيها. شوفوا هنايا الربيع خضر، ولكن في هذه البلاصه هذه الربيع كيبان بيض. علاش؟ حيتاش حيدوا هذا الربيع هذا وراه مازال الناس خدامين في هذا البارك هذا. غنوريكم ستريت ورك اوت، يعني كتلقى جرده هنايا في الصين وفيها داكشي ديال الرياضه اللي تقدر بنادم مثلا بغيتي تلعب ولا شي حاجه تقدر دير الرياضه هنا بلا ما تمشي للصال. ها انتوما شوفوا الدنيا كي دايره، هما هادو هذيك ديك اللعيبه اللي كتكون مثلا حتى في المغرب كتلقى واحد جالس هنايا واحد جالس هنايا وكيتهزوا. هادي عاوتاني ديال لي زاب دومينو هنايا، عاوتاني هادي البيكالا بحال البيكالا هادي كتمشي وتجي. هادو عاوتاني ديال اليدين، شوفو كي دايرين هما هادو. وعندهم حتى الجو على لون هنايا. الصين يا خويا راه عالم هاد الصين هادي، اصلا جربو هادي كاع وشحال ديما ما جربت هادي. يا بسم الله سير الله دابا نطيح. واه زين هادشي هذا. دابا ندوزو للبلاصة الاخرى نشوفو واش كاين هنايا. انتوما هذيك اللعيبه اللي دايره بحال بيكالا حتى انا هي هادي. وعندنا هادي ديال الرجلين كتمشي وتجي، هادي جوج. عرفتي هاد البارك هاد الجرده هادي ما كانش فيها هاد الشيء هذا، عاد داروه هذا. باش كنقول لكم الخوت، الصين راه ديما تتطور، تطور مستمر راه دابا ومازالين كيقادو هاد الجرده هادي. غنوريكم واحد الشارع من قبل ما كانش زعما كيقادوه داكشي ودابا راه كيقادوه. انتوما غادي ندخل هنايا. نزيدو دابا القدام. شوف 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 تبارك الله. شوف 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 شدني الربيع هنايا طبيعه. يا سلام قلت لكم هذاك الشارع راه مازال كيقادوه فيك البلاصه ليه. صراحه ديما التطور هاد الناس كيدعشروني والله العظيم. هاد الشيء باش كتعجبني الشينوا بزاف اصاحبي، ديما تحديثات ديما التطور. هاد البلاصه دابا اللي كيقادو العام الجاي غادي تلقاهم عاوتاني داروا شي حاجه واعره عليها. وهنايا هادو ديال الصيف فاش كتكون درجه الحراره مرتفعه، يعني كيجيو الناس هنايا يجلسوا كت بروتيكتهم من هذيك الحراره. شوف 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 الدنيا كي دايره هنا زوينه الصراحه واعره بزاف. قلت لكم الخوت الصين راه ديما في تطور مستمر. انتم ها هما كيقادو الشانطي، الشانطي وسط الزردة، يعني هاد الشانطي هذا زوين على الشانطي اللي كان من قبل منه. ديما كتكون تحديثات في البنية التحتية والتحديثات في اي شيء. واو 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 انا قاعد ادز لهم الخط في هذا، ما خصنيش ندوز هنا كاع والله الا ادز لهم في هذا الشانطي انا كاع مازال ما نشوفش. او 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 سوري 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 استسمح 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 ومازال ما نشوفش هذا الشيء وانا ادز لهم هنايا. ندوز غير في هذا الربيع هذا حتى نخرج مع الباب. غادي نمشي لواحد البلاصه اخرى، غادي نمشي للافوار ديالهم فين كاينين هذوك الالعاب. راكم عارفين دوك الطوموبيلات وهذيك الفيريس ويل اللي كدور في الفوق. ونضربوا دويره تما ونشوف واش عندهم تما. اوه هاد الشانطي هذا مازال الخوت ما نشفش.
الشانطي ولا البوطون، غير البوطون هذا، ولكن راه مازال غادي يديروا ليه شي، غايديروا ليه شي كالر، غادي يردو احمر ولا ازرق ولا اخضر. او محفروا هنايا، راه مازال غادي يقادو هادشي مزيان، مازال غايقادو هادشي مزيان. المهم هذا هو الشانطي الجديد، الشانطي اللي كان قديم. شوف هذا كيقديم ولكن ما كيبانليش انا قديم، كيبان لي زوين، ولكن هذا غادي يكون عاوتاني واعر عليه. شوفوا العمارات ديال الشينوا قداش كبار تبارك الله، والصين تبارك الله عليهم عندهم السرعه والاتقان. يعني الشانطي اللي غادي يدي لهم مثلا 6 شهور هما كيقادوه في شهر، وكتلقى الشانطي يعني الكاليتي ديالو واعره بزاف، داك الزفت وداك الشيء كتلقاه صراحه مزيان. هاي خصني دابا نمشي نيشان، غنمشي لواحد المنطقه كاينه لهيه، تما كاينين هذوك الالعاب، غنضرب واحد الدويره تما ان شاء الله ونوريكم الالعاب اللي كاينين تما وداك الشيء. كاين واحد الريفر هنايا قدامي، ومن مورا نيت غادي ندور مع الشانطي، ندور مع ليمن، غنمشي تقريبا واحد 100 متر وغادي نوصل لهذيك البلاصه نيت. نزيدو دابا، كاين واحد القنطره هنايا فيها الحديد، غنوريها لكم. كنطراو فيها الحديد بحال هذيك ديال تقريبا كتشبه هذيك ديال سان فرانسيسكو، ولكن هذه كنطرا يعني صغيره ما كبيرهش. انتوما شوفوا الدنيا هنا كي دايره اليوم الخوت، جو زوين مشمشه القضيه. يعني من بعد واحد 10 ايام ديال الشتاء تقريبا كل نهار كانت كطيح الشتا، دابا خرجت الشميشة ويلا غادي نصبن السبرديلة ديالي. تسنيت 10 ايام باش نصبن السبرديلة ديالي، والله العظيم كنت باغي نشري سبرديلة اخرى، ولكن عندي 3 ديال السبرديلات، قلت بلاش نبقى نشري انا غير السبرديلات نضيع في الفلوس. اللهم فاش تخرج الشمس غادي نغسل واحد جوج والاخرى عاوتاني حتى المرة اخرى ان شاء الله. وهنايا الجو كيكون فيه الشتا بزاف والرطوبة، تصوروا شي مرات كنبغي فاش كنصبن مثلا التيشيرت ديالي كنحط فوق زعما قدام الفرفاره تقريبا واحد يعني الليل كامل عاد باش كتنشف. وشوفوا هنايا عاوتاني عندنا الكاميرا، تا هما كاميرا كتشوف من هاد الشيء وكاميرا كتشوف من الجهه الاخرى، يعني الصراحه عندهم هنايا الحمايه بزاف. والبارح مشينا لواحد البلاصه جرينا فيها، كاينه في الخرجه ديال هذه المدينه هذه يعني العروبيه، وكاين واحد الواد وواحد القنطره، وتصوروا حتى الواد دايرين فيها صاحبي الكاميرا باش تعرف الصراحه المسؤولين هنا والحكومه كيبغيو الناس يحضيو هذا الشيء كامل ديالهم. اصلا ما كاينش اللي يدير شي حاجه هنا خايبه، حيتاش الشعب الصيني شعب متحضر وما فيهش الشغب وما فيهش الصداع. وكنتمناو نتعلموا من الشعب الصيني التحضر ديالهم والطيبوبه والاشياء الجميله. انتوما شوف 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 على هو تبارك الله كي زوين. شوف 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 شوفوا الدنيا كي دايره هنايا، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. غادي نهبط دابا مع واحد الدروج هنايا كاينه الهبطه، غنخلي القنطره في الجهه اليمنيه وغادي ندور على اليسار باش نمشي لافوار كما كنقولوا ليه، ما عرفتش كي كيقولوا ليه باللغه العربيه، ولكن راه كيتسمى بلافوار. غندور على اليسار، بغيت غير نوريكم واحد البلاصه هنايا. انتوما كاينه واحد الطريق صغيره من تحت القنطره، وهذه هي القنطره. شوفوا حتى القنطره هنايا كي دايره تبارك الله. شوف 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 قلت لكم البنيه التحتيه في دوله الصين راه زايده زايده زايده، والشعب الصيني راه كيبغي يدير الرياضه. غادي نشوفوا بزاف ديال الناس هنايا كيديروا الرياضه، كتلقى بنادم كبير في العمر وكتلقى كيجري بحال هذا اللي داس حدايا دابا،
كتلقى شي مرا مثلا عندها 70 عام ولا 80 عام باقيه كتمشي. تبارك الله هنايا كيعيشوا الناس لواحد العمر كبير. ما عرفتش علاش كيعيشوا بزاف هنا، ولكن كتلقى هنا صراحه كيوصلوا 90 عام 80 عام 85 عام، كتلقى الراجل ولا المراه باقي كيقد يمشي، باقي كيقد يجري، باقي كيقد يدير شحال من حاجه، فهمتي؟ وقيل ما عرفش الاعمار بيد الله، ولكن فاش كتولف انك كتنوض من البلاصه ديالك وكتمشي كتحكم على الحياه، تما كتعلم وما كتعياش دغيا. وداك الشيء علاش وقيل هاد الناس هادو كتلقاهم عندهم 80 عام 90 عام 75 عام وتبارك الله باقيين ناضيين. نزيدوا دابا القدام، واش الطبيعه دابا غادي تكفيك باش ترتاح نفسيا، ترتاح عقليا؟ تبارك الله تبارك الله تبارك الله، شي زوين. انا جيت لهاد الدخله ديال هاد لافوار، هذا سميتو دونخو لي لو يوان. شوفوا هاد الزرافه، هادي ديكور واعر صراحه، هذا اللي بناها ودار هادشي هذا الصراحة تبارك الله عليه. شوف 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 شوف، العنق ديالها طويل، ولكن الباب مسدود. علاش الباب مسدود؟ علاش 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 علاش؟ ما عرفتش علاش الباب مسدود. نمشيو من الجهة الأخرى نشوف واش هذاك الباب الآخر محلول ولا لا، حيتاش كيكونوا جوج بيبان هنايا. خصني نشوفو، خصني نمشي طوالة. النقاء عندهم هنايا تبارك الله، شوف ما كاينش، ما كاينينش الاوسخ، قليل فين كتلقى شي حاجه طايحه في الارض. وشوفوا العمارات ديالهم كي دايرين، شوف 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 تبارك الله. هذه وسط المدينه، وسط مدينه نيندا، مدينه من المستوى الرابع في دوله الصين. هذه غير مدينة في المستوى الرابع، فمشينا للمدينة ديال المستوى الأول. غادي تشوفوا اللي ما عمركم ما شفتوه. المهم هذا هو لافوار، كما كتشوفوا راه عندهم بزاف ديال الألعاب، ولكن دابا مع الخميس دابا وقيلا ما حالينش هاد الشيء هذا، فهمتي؟ وقيلا حتى الويكاند عاد كيحلوا هاد الشيء، ولكن غادي نمشيو باش نتاكدوا ان شاء الله في الباب الثاني. الناس هنايا كدير الرياضه تبارك الله، انتما حتى انا راه كندير الرياضه، راه جريت البارح 5 كيلومتر وغادي نعاود نجري ان شاء الله اليوم مع 8 ديال الليل مع الاصدقاء ديالي اللي خدام معاهم في المدرسه. كاين واحد السيد سميتو مارك، هو من دوله الفلبين، وكاين واحد شينوي اخرى سميتها سينديا، جوجهم اساتذه. المهم عندنا دابا هنا الباب الثاني، غنمشيو ندخلوا ليه. هذا الباب ما فيهش الباب. فيه الباب، فيه الباب كيتسد، ولكن دابا محلول. انتما هذا هو الباب ديال لافوار الخوت، شوف كي داير. هذا لافوار سميتو قلت لكم دون خولو لو يوان. وهنا يا واحد اللافته قال لك ما يمكنش يدخلوا الطوموبيلات. صافي لا دخلوا الطوموبيلات لهاد المكان، صافي ما بقى ما يدار. هذا هو الكيشي كيتسمى بال، ما عقلتش على السميه ديالو باللغه الصينيه. هنايا فين كيشريو مثلا داكشي اللي مثلا بغيتي تلعب هنايا ولا تلعب هنا. هاد لافوار هذا كتخلص 10 يوان على واحد الكارطه، ملي كتخلص 10 يوان عاد من تما كتختار اشنو بغيتي. مثلا هنا عندهم بزاف ديال الالعاب، كما هنايا مثلا عندهم هذيك اللي كدور الفوق ب 30 يوان، وعندهم حتى دوك كيتسموا بالبامبر كارز. ما عرفتش كيفاش غنقول لهم باللغه العربيه، ولكن غادي نوريهم لكم. مثلا في المغرب شحال هادي كنت كنلعبهم فاش كنت صغير، 5 دراهم كتسوق واحد 5 دقائق. كتركب معاك شي واحد، فهمتي؟ هادوك الطوموبيلات الصغار ها هما.
هما هادو هانتوما هنايا ما كاينين لا كليان لا والو. دابا كلشي دابا تقريبا الدراري الصغار دابا راهم في المدارس ديالهم حتى السبت والحداد كتعمر هنايا القضية وكيكون بزاف ديال الناس الآباء ديال التلاميذ كيجيبوا الأولاد ديالهم يلعبوا هنايا. هادي لعبتها جوج مرات ثلاثة المرات صراحة صعيبة شوية ولكن كان داك الشيء واعر. هاد الشيء هذا ديال الدراري الصغار دوك الطوموبيلات اللي كيبقاو يدورو في واحد السيركل راه الشينوا شي مرات كيبغيو يقلدو الدول الاخرى. هانتوما واحد برج ايفيل هنايا برج صغير هاني في باريس شتي البرج كي داير. كاينين شي ناس هنايا جابوا الاولاد ديالهم باش يلعبوا هنايا. كاينين مجموعه من الحيوانات والطوموبيلات والعربات انتوما. لكن كما قلت لكم الدنيا خاويه اليوم حيتاش اليوم ما كاين حد ما كاينش الكليان عندهم هنايا. انتوما ما عرفتش هاد البلاصه هادي ديالاش. واو هادشي صراحه واعر بزاف شتي لافور ديال الشينوا كي داير تبارك الله. غنوريكم هاد البلاصه فيها الحوت جولد فيش حوت كيعوم هي هادي هانتوما الجولد فيش. شوف تبارك الله شحال ديال الحوت. شوف شوف دابا في هاد البلاصه الخوت الاباء كيجيبوا الاطفال ديالهم هنايا وكيشريو واحد الماكله ديال الحوت فهمتي وكيعطيو للاطفال ديالهم باش يعطيوهم يعطيو الحوت ياكل. هانتوما هنايا عاوتاني ما عرفت شنو هاد الشيء هذا. بعض الروبوتات هنا هانتوما كلشي كاين هنا تبارك الله. اي لعبة ديال الاطفال غتلقاوها هنايا. شتي باش كتعجبني الشينوا الخوت ديما كيسهلوا على المواطنين ديما اي حاجه كتكون فيها الافاده كيديروها والحاجه اللي ما كتكونش فيها الافاده ما كيديروهاش وما كيتسوقوش ليها حيت هما فاش كيكون الشعب مرتاح هذاك هو الاهم عندهم. المهم كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم الخوت. اللي عجبو الفيديو يدير واحد اللايك وما تنساوش تشتركوا في القناه وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات ديالنا. يلا تهلاو في راسكم والله يعاونكم.